ملف تاني بقى متعلق بأعمال بعثة البنك الدولي اللي اختتمت أعمالها. كانت البعثة دي موجودة عشان بتراجع منتصف المدة لأكبر مشروع متعلق بإدارة المخلفات الصلبة في الشرق الأوسط. دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وكمان سيادة اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية كانوا بيترأسوا الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف مدة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى. كان في تصريحات مهمة الحقيقة خلال الجلسة، زي ما قالت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قالت إن الدولة جادة في إنها تشرك القطاع الخاص في منظومة العمل البيئي بالأخص في قطاع المخلفات، وإن عملية المراجعة عكست إن في اهتمام كبير من الحكومة ومن الجهات المعنية علشان يعني يكلموا ويشوفوا حل في قضية تلوث الهواء. أما دكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي قالت إن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى هيساهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول للاقتصاد الأخضر. وقالت كمان إن الوزارة بتتابع بشكل ربع سنوي معدلات السحب والتنفيذ لمحافظة التمويلات الإنمائية علشان تضمن إن يبقى في تذليل للتحديات أو للعقبات، ونقدر إن احنا نعظم من الاستفادة من المشروعات دي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.